استغلتي غيابي وخليتي أعشيش يحبك، وانتي عن جد استغلتي مرضي أسوأ استغلال وسرقتي لي زوجي. ماتري انتي شو عم تقولي؟ انتي كيف بتسرقي لي ابني وزوجي بغيابي؟ استغلتي غيابي وخليتي أعشيش يحبك، انتي كيف بتسرقي لي ابني وزوجي بغيابي؟ عشيش، انت شو اللي عم تساوي؟ كنت رح تقتل زلمة مسكين من ورا حكي نانديني، ولا حابب تقتل حالك؟ خلاص اهدى 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 اهدى. لا امي، عشيش ما كان عم يخدعني، هو كان وحيد بعد ما مرضت وتركته لحاله، وبوقتها ضاع، وأكيد انقهر كتير وزعل علي، وكان ضعيف بسبب الحالة تبعي. ماتري استغلت هاد الشي لأنه بدها تسرق عشيش مني. أنا لحتى أنقذ زواجي يا ماما لازم بعد ماتري عن عشيش، ورح تشوفي بعيني كيف رح نرجع أنا وعشيش مثل الأول. ناندو بنتي، لا برأيي ماتري مو بس استغلت الحالة تبع عشيش، يبدو كمان بغيابك قدرت تسيطر على كل هاي العيلة، وأنا شايفة إنه من المستحيل تبعديها عن عشيش. يا بنتي فكري منيح، خلص لا تضيعي وقتك على هاي القصة، ولازم تعترفي إنه سرقت زوجك منك. امشي معي على بيتنا واتركيهم وانسي لعشيش. لا أمي، أنا أخذت قراري وماتري اللي رح تطلع. نانديش، لازم شوف نانديش قبل ما اروح وقول له مشان ما يزعل ويتضايق، والا بس يفيق رح يتفاجأ ورح يعمل مشكله. أنا كتير ضروري إني شوف نانديش وأحكي معه، بس ما بدي نانديني تفهمني غلط مثل العادة. شو؟ خير يا ماتري، شو بدك كمان؟ جاي تحطي نانديش حجة حتى ما تطلعي؟ وبدك تقولي له إنه أمك نانديني سيئة وأوعى تسمع كلمتها، وهي اللي بدها تطردني، وهي بس يلي ما بدها ياني ضل معها، صح؟ أبداً، كنت بدي شوف نانديش شوي قبل ما أطلع من البيت. لك خلصنا ماتري، أنت بدك تحطي نانديش حجة لحتى تضلي هون بالبيت، ولأنك بتعرفي منيح إنه رح يتمسك فيك وما رح يخليك تروحي، وجايبة الشنطة لهون لحتى تكمل التمثيلية تبعك. طيب ما قلت لك لا تتزاكي علي؟ انتي إلك 6 سنين غايبة عن نانديش وأنا كنت معه، مو معقول اطلع من البيت بدون ما سلم عليه. هو من يومين ما أكل منيح، كان ينام وهو ماسك فيني كل الليل،
يعني إذا طلعت من دون ما أسلم عليه وقل له ليش رايحة؟ الولد أكيد رح ينصدم وما بنعرف شو ممكن يسوي. ماتري بكفي، نانديش ابني ومانو ابنك، أنا عنده ورح دير بالي عليه كتير منيح، لا تاكلي همه. أنتي بس تركينا ونحن رح نرتاح على الآخر، يلا إذا سمحتي. بترجاكي بترجاكي خليني شوفه مرة أخيرة. ماتري، نانديش هلأ نايم وما بدي إزعجه مشانك ولا مشان حركاتك. خلص أنا بس يفيق رح خبره بكل شي، وعلى الأكيد رح قله إنه كنتي حابة تسلمي عليه. مع السلامة يا غالية، يلا روحي. آسفة نانديش، أنا رح روح من دون ما أسلم عليك، بس بدي إياك تعرف إني رح أضل حبك وفكر فيك كل عمري، وكتير رح أشتاق لك. إذا ما ضل عندك أي حركات تانية فيك تروحي هلأ. أخيراً راحت.